مشاهدينا اهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام. مساء الخير واهلا بحضرتك استاذ محمود. خلينا نبدا مع حضراتكم مع الساده المشاهدين باستعراض طبعا بعض التفاصيل الخاصه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي مستخدما او عبر تقنيه الفيديو كونفرنس. حضرتك شايف الفكره دي ازاي، وان مراعاه كل الامور الخاصه بالتباعد الاجتماعي او ايجاد اعلى درجه ممكنه من اساليب الوقايه من انتشار فيروس كورونا في المجتمع المصري في الفتره دي، في نفس الوقت استئناف النشاط وتسيير الامور واداره امور النادي الاهلي؟ والله خطوه، يعني عايز اقول لك كان دايما نقول لك قرار بالتمرير، قرار مجلس اداره بالتمرير بالتليفون، خلاص ما عادش شبه بالتليفون دلوقتي. يعني اللقطه بتاعت امبارح وكابتن محمود بيعلم فيها انه يعني دي سابقه اولى في بالنسبه لمجلس ادارات الانديه، انه الاهلي دايما سباق في هذه المساله. يمكن الظروف المحيطه ب حاليا طبق لتعليمات الدوله وال في ظل يعني زي ما احنا شايفين الحاله العامه اللي احنا فيها، نتمنى ان شاء الله نتعدى على خير. شايف انه كانت خطوه مهمه جدا مفيده جدا على فكره، دي بتمهد لحاجات كتير. يمكن من الازمات بتعلم الناس تتعامل معها ازاي وتخرج منها قويه ازاي. من الحاجات المهمه جدا كان الاجتماع ومناقشته بهذه الصوره، خطوه مهمه. أيضا تنفيذا لتعليمات الدولة، البعد عن التجمعات، كل هذا ينطبق. لكن أن يكون ده أول اجتماع لمجلس إدارة الأهلي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، فده في حد ذاته شيء أكثر من رائع، شيء أنك أنت بيسهل وبيختصر كثير من الوقت ومن النقاش في الاجتماعات. خطوة مهمة جدا، أعتقد أنه الاجتماعات المقبلة ربما تشهد يعني تكرارها بهذه الصورة لمناقشة المشاكل عن بعد، ممكن فلان مسافر بره، يعني تعرف ايه مسألة ايه، هتبقى المسألة مسألة تواصل. لكن خطوة مهمة جدا، وأيضا استمرار طبعا في حالة الإجراءات الاحترازية اللي بياخدها النادي الأهلي طبقا لتعليمات الدولة وتنفيذ المرحلة الحالية، إن شاء الله تعدي على خير ويرجع النشاط الرياضي بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب التفاصيل بتقول إنه كان طبعا في تواجد من خلال هذا الاجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي داخل مقر الأهلي في الجزيرة، وأنه قامت أو تم الاعتماد على إدارة تكنولوجيا المعلومات في النادي الأهلي لربط كل أعضاء مجلس الإدارة بهذا الاجتماع أو تنسيق هذا الاجتماع تكنولوجيا أو تقنيا من خلال الفيديو كونفرنس. هقول لحضرتك باختصار شديد أو العناوين الرئيسية للقرارات ونسمع تعليق حضرتك عليها. استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الرياضي وإغلاق النادي وفروعه المختلفة لمدة أسبوعين اعتبارا من أول إبريل، اتساقا مع قرارات الدولة في هذا الإطار لمكافحة انتشار فيروس كورونا. تكليف السادة أعضاء مجلس الإدارة بتقديم دراسة لتنمية موارد النادي لمواجهة الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية بعد قرار تعليق النشاط الرياضي. تكليف الإدارة التنفيذية وعدد من المدراء التنفيذيين في النادي الأهلي، مدير عام النشاط الرياضي، مدير الكرة، مدير قطاع الناشئين، مدير أكاديمية كرة القدم، كل في مجال عمله، لوضع تصور لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا أو انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليها من توقف للنشاط. وأخيرا اعتماد مجموعة من القرارات التي تخص النشاط الرياضي مع التنسيق مع الأجهزة الفنية المختلفة لمتابعة اللاعبين في مختلف الفرق الفردية والجماعية والتأكد من سلامة الجميع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. مجمل القرارات أو لحضرتك حابب تعقب على كل قرار بشكل منفصل؟ لا، هو القرار المهم من وجهة نظري هو قرار يعني دعوة أعضاء مجلس الإدارة إلى طرح حلول بديلة لدعم النادي في ظل الظروف الحالية. يعني إزاي النادي ما يطلعش يعني خسران من خلال الأزمة، الأزمة الكل مجبر عليها، العالم كله بيتحدث وكثير من الأندية بتعاني، وايضا حتى يمكن الفيفا كمان عامل اجراءات، يمكن عامل اجتماع مهم جدا بكره هيحسم فيه حاجات كتير، مصير الدوريات وايضا النواحي الماديه للانديه في ظل ازمه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. وشفنا يمكن خطوه زي ميسي لما اعلن هو وزمايله في برشلونه بتخفيض عقوده بنسبه 70%. انا كنت اتمنى يعني انه هنا في يعني هنا بالنسبه للدوري المصري انه لعيبه الدوري المصري يطلعوا ويتكلموا مع بعض يناقشوا يعني مساله اللي هو انه يبقى في تبادل احساس بالنادي، النادي وجماهيره ما بيأثروش مع اللعيبه، فبرود يجي وقت
يبقى محتاجة من اللعيبة ان هم يبقى في عندهم موقف خطوة ايجابية لدعم النادي كمان والاحساس بالمسؤولية وانك انت مش بتعيش وحدك. لا انت بتعيش من داخل دائرة والدائرة دي هل حضرتك بتطالب هنا بمبادرة بشكل مبادرة او اخر مبادرة من بشكل النادي الاهلي يعني الكل ينتظرها بامان يعني انه يطلع كابتن الاهلي يتكلم يكون يتكلم مع زمايله وخد رأيهم يشوف يعمل حاجة تؤكد على العلاقة القوية اللي بتربط النادي وان النادي بيجي في وقت هو بيتعرض لظروف ظروف دي طارئة على مستوى العالم مش في مصر بس لكن احنا كنا منتظرين الكلام ده يحصل من لعيبة النادي لكن حتى الآن لم نرى ولم نسمع أي أحد يتكلم وكأن الأمر لا يعنيهم يعني أنا أتمنى ذلك إنه يبقى في خطوة. طب حضرتك بتتمنى المبادرة دي ولكن هل تتوقع أنها ممكن تحصل ولا لا؟ هتتوقع أنها على أرض الواقع هتحصل المبادرة دي بقيادة مجموعة من النجوم المجموعة الأكبر سناً الأكثر خبرة الأقرب إلى التواصل مع إدارة النادي لأنهم يكونوا جزء من الأحداث المحيطة والتخفيف على النادي مالياً أو أنها ما يبقاش في ضغط وأعباء على النادي في هذا التوقيت اللي العالم كله بيبدأ يرسم أو يعيد التخطيط لأموره الاقتصادية؟ اتوقع ذلك. لا اتوقع لا عندنا ناس لا عندنا يعني لو انا قلت يعني مش لو انا قلت عكس لا اتوقع عندنا لعيبه عندها تقدير لقيمه يعني مجتمعهم التحديات اللي بتواجههم طبعا لا لو ما انا بتكلم على انه هنا انت يعني دور القائد دور القائد في الفريق بيبقى له دور يعني الفريق عنده مسؤول تربطه بجميع عناصره علاقه قويه جدا كان المفروض يكون ده طرح من عنده في الفترة دي انه يناقش لما يكون نجم من نجوم العالم يعني الاستاذ طلع رغم كان في ازمة في بداية الامر في برشلونة لكن هو طلع وتناقش وعمل خطوة تخفيض 70% مع عدم المساس بمرتبات العاملين والاداريين والموظفين يعني شوف انت حتى لا يتأثر هو شايف نفسه انه هو ان نجوم الفريق برشلونة تيجي منه تيجي منه ودي لما بتيجي انت تعمل خطوه زي دي قد ايه قيمتك قيمتك اللي هي الاهم مش قيمه الفلوس قيمتك انت كشخص بتزيد عند الناس ما تعرفش رد الفعل بيبقى عامل ايه يعني انت بتكسب حاجات تانية اهم من الفلوس فانت محتاج في اللحظه دي والاهلي عنده يستطيع انه يعني مش كابتن فريق بس ومجموعه من اللعيبه الكبار ان هم يبدوا خطوه مهمه جدا تفاعلا مع كيان النادي ومع مجلس ادارته الذي لا يتاخر ولا توانى عن دعم ومسانده الفريق. لما تيجي خطوه زي دي وتاتي من الاهلي اللي هو المعلم من وجهه نظر اللي هو دايما بيبقى عنده الاشاره اللي بيدي الضوء اللي بينور الطريق لما بتيجي تاخد خطوه زي دي بتبقى عندك ليك يبقى انت حاطط نفسك انت اكدت على هدفك الاساسي وارتباطك بمجتمعك وارتباطك بالظروف المحيطه بيك وارتباطك بناديك وعلاقتك بيه. المساله مش مساله ماديه فقط لا المساله اخطر من الماديات مساله معنويه المساله ارتباط في الازمات تظهر معادن الرجال بتبان قيمه البني ادم ازاي هناك من يتخلى ولكن هناك من يتمسك ويظهر حتى لو كان يعيش ظروف صعبه. أنت في هذه اللحظة الكاشفة من وجهة نظري هم ليسوا أقل من ميسي وشوف لعيب الدوري الألماني بص على كل الدوريات الغالبة ده بالعكس ده في ناس تبرعت من أجل مساعدة أندية القسم الثاني والثالث والرابع يعني إيه في معنى وفي مضمون أنت بتعيش وحدك أنت بتعيش في مجتمع مرتبط في قائمة بيديك معنى ومغزى مهم جدا هي العلاقات الإنسانية اللي هي الأهم وهي الأبقى للإنسان فأنا أعتقد إنه خطوة يعني تأخرت ولكن يعني من أفضل لك أن تأتي متأخرا من أن لا تأتي أبدا فأتمنى أن يبقى في النادي الأهلي ولعبته كلهم موقف خلال الأيام الجاية دي بأنه في مساندة النادي في دعم النادي ما تعرفش ما كسبها بعدين هتبقى قد إيه ما تعرفش طيب لو ده تحقق يعني لو هذه المبادرة كان في استجابة لرؤية حضرتك أو لتوقعاتك وتمنياتك وحصل ده على مستوى النادي الاهلي وهذه المبادره من هذا النوع من نجوم الاهلي هل حضرتك بتتوقع انهم كمان يبقوا قاطره لنجوم الانديه الاخرى في مصر ويبقوا هم يعني الحلقه الاولى في سلسله حلقات متصله على مستوى كل الانديه والكيانات الرياضيه في مصر ان يحصل فيها نوع من اعاده صياغه الامور الماليه انت حضرتك يمكن امبارح او اول امبارح في تقرير للفيفا
وصف بالمبادره اللي عملها ده عليها سعد سمير كابتن النادي الاهلي وانضم لي من نادي الزمالك مجموعه من اللاعبين، وانه ازاي المنافسين اصبحوا اصدقاء. يعني شوف انت اللقطه الايجابيه عملت ايه، اتخذ عليها بص سبوت كده اضاءه عشان تلمع وتنور. لما اتعمل الكلام ده شوف الفيفا عامل تقرير على رغم حجم المنافسه القويه بين الاهلي والزمالك الا انه شوف اللاعب دعوه من بدر من اللاعب وتخلى فيها عن كل، تم وضع المنافسه جانبا وكان الهدف الانساني النبيل هو الاسمى وهو الدعوه لشيء. تم الاستجابه من عدد من اللعيبه وبدات مساله اللي هي تحدي الخير وكان لقطه، فتم يعني توجيه الضوء ليها والاشاده بها. انا كنت اتمنى انه يبقى من داخل اللعيبه نفسهم بعد هذه الخطوه انه يبقى في قرار، يعني يبقى في قرار. ممكن القرار ده البعض يراه صعب على نفسه لكن هو بالنسبه له مكسبه اضعاف، انك انت لو انت هتقرر خصم الخصم اللي انت تتفق عليه او انك انت هتتنازل لصالح كذا وانت هتقرر كذا وانت هتقدم مساعده لناديك وانت هتقول ان الجزء ده عشان دعم مثلا ممكن الالعاب النشاط الاخرى في داخل النادي، ممكن دعم رواتب الموظفين والعمال وغيره في فروع النادي، يعني توجهها يتم توجيهها والاتفاق عليها بسيناريو يكون من خلال اتفاق مع الاداره ان احنا هنعمل كذا بهدف كذا 1 2 3 4. لما انت تعمل ممكن يخرج نادي الزمالك يعمله، ممكن نادي الاسماعيلي يعمله، ممكن الانديه الثانيه رغم انه يعني مع تفاوت الرواتب والمرتبات في بالنسبه للانديه كل نادي على قدر يعني ظروفه الماديه بيتعامل، لكن هي خطوه، ده خطوه مهمه وخطوه بتعكس حاجات كتير يعني، وكل انسان واعي وفاهم هيعرف قد ايه في اللحظه الصعبه دي لما تلقى الناس واقفه جنبك. بص لا تقدر بمال يا استاذ محمد. استاذ محمود بتشوف ازاي محاولات البعض دلوقتي انه يفتعل أزمة يضع في داخلها اسم النادي الأهلي أو يربطها باسم النادي الأهلي بشكل أو آخر ويحاول يتجاوز حق النادي الأهلي، يتكلم عن النادي الأهلي علاقته بنجومه ليست جيدة على مدار تاريخه، يحاول يزايد على علاقة النادي الأهلي بنجومه، يحاول يقول النادي الأهلي لا يعطي نجومه ما يستحقه من تكريم مادي وأدبي. حضرتك شايف في بعض الناس بتحاول يعني تدخل نفسها في اي نوع من الصراع، يعني دايما اللي بيحط نفسه في جمله مع اسم النادي الاهلي بيشوف ان ده بيكسبه شهره ومساحه للرد وحاجات كتير قوي حضرتك تعلمها لمجرد انه بيتكلم على الكيان الكبير النادي الاهلي، ولكن على اي اساس بيستند او بتستند اراء الناس دي؟ لا ده موضوع كبير جدا انت بتتكلم فيه، مش موضوع عاوز محتاج حلقات. هنحاول يعني النهارده نبدا وبعدين نتكلم. لا في حاجه غريبه جدا حصلت على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. هناك ابتزاز واضح وصريح لكيان الاهلي وتشويه السلطه. هم يعتقدون ذلك. هم من ينفذون هذا، انا مش عاوز اقول مخطط لكن تشعر وكانه مخطط واتجاه، وهم نفس الاشخاص. اخذوا من الاهلي يعني خدوا من الاهلي اللي خدوه، ولكن ما زال في نفوسهم شيء. ما زال في نفوسهم شيء. في ناس ممكن كتير ما تعرفش ان النادي الاهلي لو انت لعبت فيه وليك مساحات لو قعدت سنه واثنين وثلاثه واربعه بيقعد الاهلي يدور عليك عشان يديها لك مش بياخدها. الاهلي ما بيجرجركش في المحاكم ولا بيطيب ولا بيعمل لك مشاكل ولا بيحجز على فلوسك ولا ممكن يبقى في حاجات حصلت مشاكل، لكن الغريب والمؤسف انه يجي الكلام ده والطعن ده يجي من ناس اتقال عليهم ان هم ابناء الاهلي. خلافك مع شخص او اشخاص داخل الاهلي لا يسمح لك انك انت تشوه المكان اللي انت بتقول انك انت تربيت فيه وصاحب خير عليك، والكلام ده يتنافى مع الواقع. لا ده دليل على انك انت لست ابن لهذا المكان. مهما يكن الابن لو اختلف مع ابوه ما ينفعش يطلع يعني يتكلم يسيء لوالده او يسيء لاخواته او يسيء لابناء عمومته. مهما يكن الانسان الاصيل المحترم اللي تربى ما ينفعش انك انت بعد ده كله كمان اصبحت الـ يعني في حاله من الـ يعني مش مفهومه، يعني حاله غريبه جدا ضد الاهلي. هل لان اداره الاهلي اداره ملتزمه وما عندهاش الصوت العالي وما عندهاش الناس بتطلع ترد بعنف وما عندهاش يعني، هل
الكلام ده يعطي فرصة للبعض ان هو يتطاول ويعتقد ان الجمهور كمان هيسكت. انا عايز اضيف لده عشان حضرتك ترد على الكلام ده كمان، انه حاجة غريبة يعني مستنكرة جدا، وللأسف يعني شر البلاية ما يضحك، حاجة تضحك يعني انه ناس ملهاش علاقة بالموضوع، يعني الاهلي بيتفاوض مع نجم من النجوم، لا نعلم ايه اللي بكره هيكون، يعني ده علمه عند الله، الشخص ده النجم ده هيجدد ولا لا، هيعتزل ولا لا، هيفضل في النادي الاهلي ولا هيكمل له رؤيه تانية فنيا وعاوز يكمل وملوش مكان فنيا من خلال من رؤيه الجهاز الفني. بتحصل حاجات كتير جدا بين الانديه ولاعبيها او نجومها تحديدا، امر خاص جدا بين نجم وفريقه في العالم كله وبشكل خاص في النادي الاهلي، بلاقي اطراف ملهاش اي علاقه لا بالنجم محل التفاوض ولا بالنادي الاهلي من قريب او بعيد ودخلت اتكلم في الموضوع. ما انا بقول لك انه هي انت بتيجي الماده بتصنع على ايه؟ بتصنع ان انا برتب لك الترتيب ازاي تطلع في الاخر تشوه محمد الجبني. ان انا بحط لك ان انا عاوز اطلع الراجل ده قدامي انه لا ده مش ده لو مش غلطان. لا ده انا بحاول اضرب لك الصوره عشان الناس والناس اللي جايه تقول لا ده المكان ده ما عندهوش ما بيحافظش ده مكان بيقول لواحد بيقول لكابتن الفريق هتعتزل وهديك ثلاث حاجات يعني بديك 1 2 3 4 يعني بديك ايه؟ مش بيقول لك ايه مع السلامه، ده انا بقول لك هعمل لك كذا واعمل لك كذا واعمل وبستثني لك في الاخر تطلعه ان هو مكان لا هو انه نكر للجميع. لا يا استاذ محمد احنا لو مسكنا ورقه وقلم وعددنا لبعض مواقف بعض الناس هتجدها اغلب كلها مصالح شخصيه، يعني اغلبها مصالح شخصيه، ما اشتغلش في النادي، ما كان ليه حاجه وما كان نفسه يكمل، مشي من النادي شايف نفسه انه مشي في النادي في ظروفه ما كملش، عنده مشكله حصلت مع حد عامله وحش فيطلعها في الاهلي، بس عاوز اقول لك ايه بشكل اخر عايز يصفيها، اصبحت العمليه بايخه، هم هي نفس الوجوه، هي ما فيش غيرها، لا برامج لا انت بتقدم معلومه ولا بتجيب جديد الا هو الهدف انه ايه عشان الاهلي ما فيش حد فيه بيطلع بيرد، لكن لو الاهلي عنده حد بيطلع وصوته عالي وبيخوف كل الناس دي هتخاف ما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقها في مكان، لكن ادب الاهلي الزائد عن اللزوم، ودايما الاهلي كده يعني حتى في الخلافات ما بتصلش للامور وكله عارف كده عشان ما نضحكش على بعض يعني ما عندكش حد بيكلمك في التليفون بيشتمك، ما عندكش حد بيطلع يتطاول عليك، ما عندكش حد يعمل مش عارف يعني كلام كبير، عيب يعني ما نستغلش ادب الاهلي الزائد انه يتم التطاول والتجريح فيه. عندك مشكله مع الاهلي خلاص انت قلت اللي عندك والجمهور هو الحكم، جمهور الاهلي مش هينسى. بص هقول لك حاجه، لن ينسى جمهور الاهلي يا استاذ محمد، لن ينسى الكلام اللي انت شايفه ده طبعا، يعني اذا كان مجلس الاهلي متمسك وملتزم باللي هو مش عاوز يخرج عنه عشان ما لا يقع يعني ايه فريسه سهله، انت في عندك نسق عام ماشي عليه مش عاوز تخرج من النادي الاهلي ده يستدرج ليدخل في معارك، انت لو وصلت لهذا المستنقع مش هتخرج منه. صحيح. انا عايز اقول جمله واحده بس يا جماعه لاي حدا بيتكلم، وهرجع فورا لضيفي الكاتب الصحفي البارز الاستاذ محمود صبري عشان حضرتك تعقب على الكلام ده او تقول لي متفق ولا مختلف معاه. بتحصل في العالم كله خلافات وبتحدث ان بيبقى لاعب ونادي او شخص والمؤسسه التي يعمل بها بيختلفوا، بيكمل او ما يكملش، هو له اسهامات، هو نجم سواء اعتزل او كمل او راح مكان اخر او ضل في النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير، ارقامه قياسيه، هو الاكبر في مصر والعالم العربي وافريقيا، واحد من اكبر الانديه على مستوى الارقام اللي تحققت عالميا باراء جايه وتقييمات من الخارج، من اكبر المواقع اللي بتقوم بهذه التصنيفات شئتم ام ابيتم. اي هجوم على النادي الاهلي او محاوله استغلال فرصه لخلاف ما بينه وبين احد نجومه، سواء الخلاف ده اتحل او لا، ظلت وجهات النظر مختلفة أم لقينا نقطة التقاء، لن يؤثر ولن ينتقص من قيمة ولا قدر النادي الأهلي شئتم أم أبيتم، ولن ينتقص من حق النجم اللي أعطى للنادي الأهلي أيضا وتألق وكان سبب من أسباب النجاحات اللي تحققت في النادي الأهلي في فترة من الفترات، ولكن العلاقات بتختلف في التفاوض والتعاقدات على مستوى العالم كله. دي علاقات عمل يا جماعة، افهموا الأمور، دي علاقات احترافية، ممكن النهاردة نبقى متفقين بكرة نبقى مختلفين، وزي ما قال الأستاذ محمود صبري اللي بيبني رأيه في الكيان على انتفاعه الشخصي او عدم انتفاعه الشخصي مش عن قناعات شخصيه فهو شخص لا يعتد برايه على الاطلاق لانه ما بيبقاش عنده مبدا ببساطه شديده. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟
طبعا لا ده كلام، ده عاوز اقول لحضرتك على حاجه بس اللي على الحوار يتم بعدين نقول له ايه. هل انت نادم على انك لعبت النادي الاهلي؟ انا نادم. وحضرتك بتبني هذا الندم على اي اساس يعني؟ اصلا انا كنت طلبت شغل ورحت اشتغل فما شغلونيش، ده يخليك تقول انك انت نادم؟ يعني هل ده من المنطق؟ يعني انت نادم على انك انت ابن فلان؟ يعني ما هي منطق، هي المنطق كده. يعني انت مثلا مشيت من الاهلي وما شغلوكش، تيجي تتضاول على النادي، طب لو طلع حد رد عليك وشتمك ايه رد الفعل؟ محتاج شهرة عشان تتبان تكتب كلمتين عنك؟ يا جماعه ما صحش كده، عيب ده الاهلي مهما يكن يعني. واللي فاكر نفسه انه هيعدي بسلامه من الكلام ده، لا انت مش هتعدي بالتجريح وبالتطاول وادعاء البطوله وانك انت اللي بتفهم في كل حاجه في الدنيا، انت فاشل. جيت لاهلي وصنعت وخدت بطولات ما كنتش تحلم بيها، ولعبت في كاس عالم للانديه ما كنتش تحلم بيها، دخلت الاهلي واتعمل لك اللي ما اتعملش، نجحت وما قدرش تثبت ذاتك، دي حاجه ترجع لك. انت كنت شايف نفسك ميسي وما خدتش فرصتك، دي حاجه برضو ترجع لك، انت اللي تثبت. ما فيش مدرب عنده لعيب هيكسبه ويقعده، يعني هبقى مدرب غبي يعني؟ انا مدرب هيجيب لي بطوله افريقيا ولا هيجيب لي يوديني كاس عالم للانديه اقعد واخسر نفسي؟ مش ممكن. فاللي انا عايز اقول انه على ما يبدو انه ما فيش ماده، فتعال نشتم الكبير. ها تعال نشتم الكبير، احنا فاضيين، سيبك من اي حاجه، تعال نشتم الكبير ونقول ايه؟ نقول ان احنا عايزين نقوله فيه. الكبير مش هيرد. ما انت لما تيجي عندنا يعني مثل صعيدي، لما تيجي تشابط شابط الكبير، ادم هتشابط الصغير لما يقول لك شابط الكبير وزعق ولا عامل كلمه يا عم ده اتخانق مع فلان، بتعمل نفسك ايوه هتعمل نفسك. ما انت ما يعني مش عاوزين نقول مالكش قيمه، لا لا يعني انت بتحاول تبقى في انت بتحاول تبقى في الصوره وتبقى ماده وتتجاب، وهو بص عندك على حاجه، هم نفس الكلمات اللي بتقال وعيد اللي على اليوتيوب القديم والجديد. لن ينتقص هذا من الاباء، يزداد الاهلي ده دائما، الاهلي سيزداد، الكيان سيزداد شئتم ام ابيتم، قاعد وسيظل بطل، وبطل دائم مش بيا ولا بيك ولا باي حد. طب هو ليه ده ما بنشوفوش في العالم يا استاذ محمود؟ يعني النهارده عاوز كل واحد فين يعني انت ما اخطأتش؟ طب يعني انت ما قلتش يعني مع النادي؟ طب يعني انت خدت كل الفرص، كسرت الدنيا والنادي مشاك؟ يعني برضو عيب يعني. يعني انت لما يعني لو انت حتى يعني قعدت في مكان شغل وحصل ظروف ومشيت من الشغل، اطلع ببساطه بعد ناس قعدت معاهم وكلت معاهم عيش وملح وتعاملت ابن من ابنائهم ومشيت، اقعد اشوه؟ هو ده الهدف؟ هي ده البطوله؟ هي ده الرجوله؟ وفكره الاختلاف يعني مع النادي اللي بتحصل في العالم كله، ليه الحاجات دي بنسمع عنها في مصر ما بنشوفهاش في ملاعب اوروبا؟ يعني النهارده يوفنتوس خلاص انتقل له كريستيانو رونالدو، ما جددش، كان في خلافات على امور ماليه، استقطاعات ضريبيه من دخله، وحاجات كتير قوي مع ريال مدريد. لا حد قال كريستيانو وحش، ولا حد قال ريال مدريد ده نادي وحش ما بيحافظش على نجومه وعلى اولاده. لا دي خلافات يعني تبقى امور بتحصل بوجهه نظر، ان احنا خسرناه فنيا، اثر علينا قد ايه لما مش حسابات فنيه. استاذ محمد الناس دي في حته تانية، الناس دي احنا عندنا كلام غريب قوي. لا لا الناس دي في حته تانية، ما تقارنهاش بينا، لا في حته تانية خالص. هو هدف واضح من الثلاث اربع برامج اللي اتعملوا في الفتره دي، هدف واضح ان انا مركز على جزئيه انه ده نادي نكر الجميل لابنائه. طبيعي حضرتك انكر العمليه يعني سعادتك، يعني انت المكان اللي انت كنت فيه وشفت فيه اللي ما حدش شافه. طب حضرتك لما تفاوض معاك جيت ليه؟ يعني وافقت ليه انك تلعب في الامان؟ طب نجيب لك تصريحات كنت بتقول اعظم نادي في الكون، يعني ما عاوزين نصدق مين طب فيكم؟ يعني عاوزين نصدق الكلام اللي بتقولوه قبل ولا الكلام اللي بتقولوه بعد؟ انت رحت تجدد في مكان وقفوك على الباب اسبوعين وطردوك، رحت النادي الاهلي بعد ما جيت نداله بيت كذا كذا، جاي تقول اصل النادي الاهلي عمل لي والنادي الاهلي سواني؟ ها انت ابن النادي الاهلي تطلع تقول وتطاول وتعمل كده، هل ده منطق يعني مبرر يعني؟ يعني هل لو طلع حد مثلا النادي الاهلي جاب حد كده وقال له انت عقل على رد لي على الناس دي وخد مستندات 1 2 3 4 ها وعنده من الكلام اللي اتقال اللي جرحك هتبقى عامل ايه؟ يعني ايه الهدف؟ عاوز تشوه؟ مش هيتم التشويه. لا وعلى مدار تاريخنا كان بيحصل، مش هيحصل. على مدار تاريخ النادي الاهلي حضرتك تعلم دايما ان كان في ناس بتحاول تفتعل ازمات من وقت لاخر وتضع اسم النادي الاهلي فيها في جمله مفيده، ولا ده بيأثر على النادي الاهلي ولا الكلام ده بيبقى له يعني ده هيوقف الاهلي وهيقفل البوابه عشان الكلام اللي بيتقال ده. لكن هو عاوز اقول لك حاجه، جمهور الاهلي والمتابعين في الاهلي لابد يكون في متابعه، يعني لابد يكون في متابعه وملحوظه ورصد للي بيحصل، لانك تشعر ان هناك هدف واضح
لتحقيق شيء. الشيء هو التشويه والطعن من الخلف بانك انت يعني مفيش امان عندك، يعني انا باخدك باخد مصلحتك. طب وحضرتك لما جتني ما خدتش مصلحتك؟ يعني مثلا ما حققتش مكاسب وجماهيريه وكسب مالي. والاحتراف ايه حضرتك؟ اسالك سؤال يعني انا يعني ايه هو ايه ما بتقول احتراف بقى، يعني ايه الاحتراف؟ هو في انتماء دلوقتي حضرتك؟ في انتماء يعني؟ لو في انتماء ما كناش شفنا المطالبات والارقام دي في التفاوض مع كل النجوم في العالم كله دلوقتي. لا حسابات احترافيه مع الاحتراف يعني. خلاص انتباهك بيكون بالمدفع لك مع الاحتراف. ولا اساله عبد الله السعيد ده هو بيتكلم على الانتماء يعني ماشي، فالمساله بتبقى كده يعني. طيب انا اللي بقوله دايما وبتفق مع استاذنا الاستاذ محمود صبري في فكره يا جماعه انه حصل خلافات قبل كده بين ادارات انديه ولاعبين، وهيحصل ده على مستوى العالم كله مش بس في مصر. لا بنقول ان ده بيمحو تاريخ اللاعب اللي قدم كتير حتى لو ما استمرش مع نفس النادي وانتقل لنادي اخر وكانت تجربته التاليه اكثر نجاحا او اقل نجاحا او حتى كانت فاشله مقارنه بتجربته الاولى، هو يظل نجم بقدر ما اعطى وبقدر الفترات اللي تالق فيها ولا ينتقص من نجوميته شيء. ونفس الامر بالنسبه للكيانات الكبيره زي النادي الاهلي على المستوى العالمي مش بس المستوى المصري او العربي او الافريقي، لن ينتقص منها ولن يؤثر عليها على الاطلاق كلام الناس عن اي خلاف مع اي لاعب في وقت من الاوقات. اتفقنا اختلفنا هذا اللاعب يستمر او لا يستمر، يعتزل او يذهب الى مكان اخر، يواصل التالق ام يجلس على دكه البدلاء ولا يجد له مكان داخل المستطيل الاخضر، دي امور فنيه بحته. والخلافات الماليه موجوده في كل قطاعات العمل في العالم كله مش بس في امور التعاقد مع لاعبي كره القدم. يعني حضرتك كلمت قلت الموضوع ده عايز حلقات، بس حضرتك رديت رد قاطع وسريع جدا ومفيد جدا انه الكلام ده ناس بتحاول دايما تناطح الكبار وبتحاول تقرب دايما وتربط نفسها بالنادي الاهلي من خلال اي هجوم مفتعل على النادي الاهلي حتى ملوش مبرر. يعني يعني انت هل احنا نعيش الان موسم الهجوم على الاهلي؟ حضرتك قلت مفيش اخبار رياضيه أيوة. جديده بقى في الناس. ما انا بكلمك انا بدور على ايه؟ عاوز اسخن، فمعتقد ان انا هجيب ناس تتكلم فيطلع حد من اللي الاهلي مش هيرد عليك. في كلام كتير يتقال بس عيب ان احنا نقوله على الهوا، ما صحش الناس ملاش يعني ملاش يعني المفروض يبقى لك هدف من برنامج انت بتقدمه، بتقدم اضافه، هدفك انك انت تجرح في النادي الاهلي؟ يعني انت بتستغل الادب والاحترام اللي بعيشه النادي ما بتطولش عليك انك انت شايفها فرصه؟ طب تقدر تعمل الكلام ده مع حد تاني؟ هتفكر مليون مره. على فكره انا بتكلم بشكل عام جدا على نجوم سابقين في النادي الاهلي، على نجوم حاليين في حديث حول تعاقدات ومفاوضات مع النادي، عن وسائل اعلام رياضي. انا مش بتكلم عن حاله مفرده او عن شخص واحد او عن برنامج او عن راي اتقال في جريده، انا بتكلم عن المبدا نفسه انه يا جماعه الاختلاف والاتفاق مع النجوم مع ادارات انديتهم بيحصل في العالم كله، هو من طبائع الامور الخاصه بكره القدم. طب تعالى حل انت ايه الكلام الغريب ده؟ ما تيجي تحل المشكله. طب انت لما انك بتحب الاهلي قوي وصعبان عليك وتقعد تفسر اصله ما ينفعش يحصل مع حسام عاشور، اصله ما ينفعش والنهايه مش يعني ما الكلام ده احنا قلناه قلنا في موضوع حسام عاشور. انا قلت يا جماعه انا حزين للتصريح اللي صدر منه بعد، لكن في نفس الوقت كان في يعني تقصير في ابلاغ بالقرار، كان البلاغ يتم بصوره غير كده يعني يتم اخراج المشهد حرصا على اللاعب. حتى حضرتك قلت وقتها انا اتمنى كان يعني اخراج المشهد يبقى افضل من كده. انه يعني القعده اللي تمت مع الكابتن محمود كانت تكون هي الفاصله في الموضوع من وجهه نظري، لازم تبلغ يعني الكبير يبلغ كابتن الفريق انه كذا كذا، وده اللي حصل يمكن قبل كده في اكثر من مشهد مع النادي الاهلي. ده الكلام اللي اتقال. طيب الاهلي لما قال له الراجل المدير الفني مش يعني شايف ان قدراتك والظروف متغيره، هل ده معنى ذلك انه الاهلي يعني كاره حسام عاشور؟ هو مش كل واحد بيأدي رسالته بتيجي في وقت، يعني هنجيب تاريخ الكبار كلهم ونقول حصل ايه مع النجوم والجمهور؟ هنستنى لما الجمهور يهتف يا جماعه، يهتف وشيل وحط يعني لا، في مصلحه الفريق ومصلحه النادي، ومصلحه الفريق هيتحاسب عليها مجلس الاداره وهيتحاسب عليها من الجمهور، والجمهور ليه عينين شايفه. فاللي انا عايز اقول للمتربصين بالاهلي واللي بيحاولوا تشويهه، لن تكسبوا شيء، الخسارة واضحة وخسارة بينة، والجمهور لن يرحمكم في يوم من الأيام. لا تعتقدوا أن كنتوا بتزيدوا شعبية، بالعكس أنتوا بتأثروا في جزئية مهمة جدا ناحية التعصب وناحية يعني مش عاوز أقول هتبقى في حالة احتقان. يعني لا يوجد مكسب في التطاول على الأهلي، وصمت مجلس إدارته مش دليل على أن مجلس إدارته ضعيف، لا يا جماعة في نسق طول عمر الأهلي كده. هات كل التاريخ
وطلع وشوف، مش هتجد في عود مجزرة من الاهلي هيطلع يرد عليك، مش هيطلع يرد عليك حد في الكوره يقول لك ان انت قلت كده. مش ده شكل النادي الاهلي طبعا، مش هي مش هي مش لن يقبلوا مساله مبادله التجريح بالتجريح. لا ده من الذكاء، من الذكاء، من الذكاء الصمت والالتزام. ده شيم الكبار كده، شيم الكبار، والاهلي كبير، شئتم ام ابيتم. طب خلينا نتوقف يا استاذ محمود مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، في تصريحات كثيره لفايلر مدرب الاهلي، ابرزها ما قاله بشان الجهاز الطبي انه لا توجد ازمه بينهم وان الجميع يعملون بشكل جيد، لكن هناك مناقشات بشان فترات العلاج او الفتره اللي بيستغرقها علاج كل نجم في الاهلي في حاله اصابته. راي حضرتك؟ هو طبعا كل الكلام الفترة اللي فاتت في يعني ده من الموسم الماضي على فكرة، اصابات غريبة جدا في صور فريق. البعض معتقد انه الاصابات دي جاية من الجهاز الطبي، يعني الدكتور خالد يعني هو المسؤول عن الموضوع ده، وده الكلام ده مش حقيقي يعني. والراجل مش هو اللي بيصيب اللاعب في الملعب، ولا هو اللي بيخبط، ولا هو يعني هو راجل بينفذ برنامج. وانت غالبية اصاباتك اللي بتبقى فيها عمليات جراحية بتجرى في الخارج، مشكلتك في مسألة اللي هي ما بعد العملية الجراحية أو توقيت يعني فترة التأهيل لعودة اللاعب للملعب. هل أنت عندنا مشكلة في فترة التأهيل؟ العلاج الطبيعي؟ هل أنت محتاج؟ كان دايما يعني فترة في السنوات اللي فاتت اتقال كلام إنه هيعمل مركز طبي عالمي ويجيب خبراء من ألمانيا، كل كلام جميل اتقال لكن ما تنفذش. أعتقد يعني رغم كلامه اللي هو قاله ده، لكن يعني الجهاز الطبي في الأهلي هيشهد يعني اضافات كتيره جدا في بالنسبه للموسم المقبل، هيبقى في اضافات خاصه يمكن على صعيد التاهيل. او طب هل حضرتك بتشوف ان الملاحظه كانت في محلها اللي كنا بنسمعها من بعض الناس في الشارع حبا في النادي الاهلي وخوفا على الفريق، انهم كانوا بيقولوا اصل بنشوف او بنقارن وبنلاقي ان تاهيل اللعيبه في الاهلي بياخد وقت جامد قوي، ده عوده اللعيبه من الاصابه في النادي الاهلي بيتعالجوا بفترات قد تكون اطول من فترات في انديه ثانيه، وما نعرفش الكلام ده كلام علمي ولا لا، بس كنا بنسمعه من ناس محبين وغيورين على النادي الاهلي. هل هي ملاحظات بس كلمه واتكررت فانتشرت المقوله دي بين الناس في الشارع الرياضي او الاهلاوي، ولا حضرتك كنت بتشوف ان فعلا في حاجه؟ لا في حاجه يعني محتاج التساؤل. يعني هل اصابه حمدي فتحي بقطع في الغضروف يخليها 9 شهور؟ برضه دايما بيقول لك قطع بالغضروف ده بياخد 2 شهر والثالث يبقى في الملعب. كريم ندفت اللي راح ما رجعش، زي مين شايفين القضيه اللي على مركز التاهيل، ما هو مشكله فين؟ اهو في التاهيل، حتى في المانيا يعني، عشان بس البعض اللي بيعتقد يا جماعه بنقول انه يعني الواحد ربنا هو اللي بيتم الشفاء، يعني انت بتعمل اللي عليك، لكن اهو لعيب كان يعني لسه سبحان الله يعني بدا يحط رجله اتصاب، فحصلت حاجات غريبه بتثير التساؤل. يعني انا ما اقدرش اتهم فيها الجهاز الطبي عشان يكون الناس، لا انا واثق ان الجهاز الطبي من مصلحته انه ينجح ويعمل ويرجع اللعيبه وبيجتهد، ولو قلنا غير كده يبقى نحن الناس مش مدركين. لكن في يا جماعه برضو اللعيبه يعني القدرات البدنيه اللعيبه اتغيرت برضو، يعني برضو في لعيبه كانت تستحمل، يعني في لعيبه كانت بتلعب هي مصابه بحقنه لأن الفريق عايزه، وفي لعيب في حالات بيبقى في عدم توفيق، في حاجات يعني امر مش بايد يعني الجهاز الفني ولا الطبي، لما يعني بص لاعب زي محمد محمود تتكرر اصابته فور عودته، ده لا لا ده يعني حاجات قدريه دي، يعني حاجات يعني سبحان الله ممكن ترجع وتتخبط في كره مش مع انه يا استاذ محمود بصراحه شديده ده بيعمل تساؤل برضو عند الناس، بيقولوا هو اللاعب ما تجهزش كويس، هو بس الموضوع انه مع التحام او هو حصلت اصابه ما لهاش علاقه بالاصابه الاولى، ولا ده له علاقه بتاهيله او عدم تاهيله كما ينبغي او بما يكفي. طب ممكن يكون لعيب في مكان لما يجي في نادي عليه ضغوط كبيره جدا، ها ضغوط نفسيه، والضغوط النفسيه دي بتزيد على القوه البدنيه بتاعتك ويحصل لك ده، غير حاجات تانية بقى يعني مش عاوزين ندخل فيها عشان الناس ما تقولش ايه الكلام اللي بيتقال، لكن عاوز اقول لك هو الامور محتاجه توضيح. توضيح بمعنى ايه؟ هل الكلام ده من التأهيل
كمان عشان ما ننظمش بتوع التأهيل برضه. طبعا لازم، عشان برضه الناس برضه بيجتهدوا، عايزين احنا بنطرح كل تساؤلات الناس عشان نرد يعني عليها بشكل منطقي. لكن الواضح انه هيكون في اضافات اعتقد للجهاز الطبي في النادي الاهلي. الجهاز الطبي في الاهلي بيبذل كل قدراته، لما تجينا تسال يقول لك الدنيا اتغيرت، كانوا غضروف بتشال مش عارف ايه، دلوقتي بيخيطوه اصله مش عارف ايه، العلم اتطور في حته مش عارف ايه، فبياخد وقت عشان اللاعب يرجع. بس مش 9 شهور يعني، بصراحه 9 شهور كبيره جدا يعني. يعني لازم الاهلي برضه مطالب بانه هو مجلس اداره، واعتقد دي في حساباته، النظر باهتمام كبير جدا، رغم انه اتعمل لجنه طبيه كبيره، لكن مش انا شايف مش المشكله في اللجنه الطبيه، لا المشكله في يعني كيفيه العلاج وادوات التاهيل والشغل. هل الكلام ده يتم هنا؟ بتتمنى ان النادي الاهلي يراجع الامور الخاصه بكل الانشطه العلاجيه والطبيه والتاهيليه لنجوم الفرق؟ اه طبعا بشكل خاص نجوم الفرق. لا طبعا، وجي الوقت انك انت تعمل مركز بقى، خلاص انتهى الكلام. يعني ايه ما عادش ينفع في كلام ان انا بكره وبعده، لا يعني تجيب حد مسؤول، انا عاوز اعمل مركز تاهيل هنا، 1 2 3 4، وده ممكن تتخليه جزء للنادي وجزء يبقى استثماري، وبدل ما الناس بتسافر بره تشوف الناس عملت ازاي وتعمل، يبقى فيه هدف. لا وحضرتك كمان قلت كلمه يعني مهمه او جمله مهمه جدا، حضرتك قلت احنا مش بنقول انه في حقيقه مؤكده ان في خطا، بنقول الكل بيبذل اكبر جهد. لا بيبذل الكل، لا بيجتهد الكوادر يعني على درجه عاليه. انا بجهز، بالعكس حضرتك بتقول الاهلي يبحث عشان لو في اي اوجه قصور تتعالج. لا مش عشان حد مقصر. لا ده ويستفيد منه مش الكوره بس، انت عندك كل الالعاب، انت عندك 24 لو في اي خلل في المنظومه دي كلها. لا انت محتاج يبقى عندك مركز طبي على مستوى عالي جدا، وتستعين بقدرات من بره وهي اللي تعمل لك الشغل ده، وده يطلع لك كوادر. يعني عاوز اقول لك ايه، خلاص المسألة انت ما عادتش لا المسألة كبيرة جدا، دي صناعة، والصناعة يعني انت لازم تحافظ عليها، بتحافظ على كوادرها بان بتوفر لهم كل الامكانيات. انت المسألة لا يعني الاصابات اللي حصلت على مدار السنتين دول لا بتحتاج لجهد كبير جدا لحل اللغز ومعرفة الاسباب بعيد عن اي شيء. الكلام ده بالتطوير، ومن من الدول المتقدمه في الجزئيات دي، ولازم تستعين بخبراتها وتجيبها وتجيب ناس هنا وتودي ناس تتعلم. يعني عاوز اقول لا عاوز تعمل كوادر، المساله ما استناش لبكره وبعد. فاعتقد ده في حسابات الكابتن محمود الخطيب اللي هي بشكل عام الذهاب الى مستوى اقرب للمستوى العالمي طبعًا في منظومه العلاج والتاهيل في النادي الاهلي. طبعا بتقول ده اللي يستحقه النادي الاهلي، وده اللي محتاجه النادي الاهلي وحجم النجوم اللي بيشاركوا في كل البطولات في النادي الاهلي، مش بس في كره القدم، على مستوى كل الرياضه. على فكره المركز ده تم طرحه من فتره كبيره جدا، يعني من اكثر مجلسين اداره، لكن ما اتخذتش الخطوات السريعه اللي تم تنفيذه بيها. خلينا ننتقل بقى بعيدا عن الناس اللي بتحاول دايما، كنا بنتكلم عنها من شويه، اللي بيحاولوا يربطوا نفسهم باي صراعات مع النادي الاهلي لاي سبب، او يعني بسبب ومن غير سبب احيانا. كيف ترى موقف احمد فتحي نجم النادي الاهلي، احمد فتحي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر طبعا، نجم كبير بكل المقاييس وعطائه على مدار السنوات، وكنت حضرتك بتقول انه بيضرب المثل كلاعب بيتخطى احيانا حدود المعقول في امكانياته الخاصه بالعمر طبعا، وبيكون اداؤه بدنيا وروحه القتاليه وشخصيه النادي الاهلي اكتر كتير من الحسابات اللي المفروض تكون عند لاعب في السن ده او في المرحله دي، لكن بتحصل خلافات. حضرتك شايف الامور ازاي، التجديد او عدم التجديد، موقف احمد فتحي هل هو واضح ومفهوم ولا غير مفهوم؟ حضرتك شايف؟ والله انا عاوز اقول لك على حاجه، انا بكامل احترامي لكل اللي بيحصل، انا شايف حتى الوقت لطرح مساله التجديد وعدم التجديد ما كانش مناسب. يعني مناقشه الموضوع دلوقتي ما كانش مناسب، يا كنت خليته في اخر الموسم، يا كنت خليته قبل كده، يا كان اتحسم من فتره مثلا في يناير، مش يعني ايه الوقت دلوقتي عشان ما يعني الناس كلها في الظروف نفسيه، نيجي نتكلم دلوقتي على فلان عايز كذا وده عايز كذا وانا هطرح كذا وهناقش كذا. الاهلي عمل حاجه غريبه جدا، نخلوا كل الامور واضحه، يعني نقاش ما بين لاعب وبين لجنه التخطيط وعلى الترابيزه، وانا قلت مشاكلي ايه وهم ردوا عليك في ايه، والراجل طلب مهله، مش هقدر الوم عليه انه هو طلب مهله، يعني مع انه يعني المفروض يعني الاهلي علاقته بيك اكبر من انك انت تطلب مهله، يعني المفروض انت محدد رايك. انا يعني مع كامل احترامي ضد اللي بيسوق لعبارات تامين المستقبل ومش تامين المستقبل، ده بيد ربنا على فكره، فكل واحد يفكر في جماعه، انت كنت ممكن مثلا تجدد النهارده وتحصل لك مشكله بكره،
ممكن تمشي من هنا وتروح مكان تاني معتقد انه يحصل لك في كذا وتحصل لك مثلا اصابه مثلا. يعني عاوز اقول لك ايه، هل انت يعني بتشتري خاطر الاهلي؟ الاهلي اللي انت اتواجدت فيه على مدار 13 سنه وعملت تاريخ، وجي الوقت وشايف انك انت خلاص اكتفيت هنا وشايف انه مكانك وبعود يعني بكرر نفس الكلام، في حاجات لا تقدر بثمن. وجودك وسط اسرتك تقدر بثمن، وجودك وسط بيتك في امن وامان ومكان موجود فيه والناس كلها بتحبك لا تقدر بثمن، مش تقدرش بالفلوس. اعتقد ان احمد فتحي يعني لازم تكون في حساباته الكلام ده، ولازم يسمع نداء العقل في حاجه، نداء عقل في اسرته، لان نعلم انه من الداخل في الاسره انه ما عاوزين يستمر في النادي. ولازم هو حاجه سؤال تاني، واحنا طبعا قلنا في الاول ما يستحقه ويستحق اكتر منه احمد فتحي عطاؤه على مدار سنوات طويله وتالقه مع الاهلي ومع المنتخب، دي مش قضيه فيها خلاف ولا اختلاف عليها ولا اي شيء ولا تحتمل الجدل اصلا. بس في حسابات بتقول في العالم كله ان الانديه بتبدا تراعي امرين كل ما اللاعب سنه بيكبر مهما كانت نجوميته، فترات التجديد بتكون اقصر لان الانديه برضو ما تقدرش ترتبط بعقود لفترات طويله مع لاعب المفروض انه في الرينج بتاع الاعتزال. تزيد بقى سنه تقل سنه، دايما حضرتك تعلم ان خلاص احنا عند راوند فيجر معين بيبقى خلاص ده متوقع ان اللعيب قرب يعني ينهي مشواره كلاعب محترف. الامر الثاني تاثير السن ده على مشواره وعلى ادائه البدني في الملعب، وان في بدائل اصغر سنا بتطلع مع اننا بنقول ان اصحاب الخبرات هم جوهره في الملعب. ده مش مفروض يراعى من اللاعبين ومش في حساباتهم، هم عندهم خبرات. احنا عندنا في مصر حاجه عجيبه عشان تبقى فاهم، يعني بره لما يكبر سن اللاعب النجم، يعني هل قيمه ميسي حاليا الماديه هي قيمته من 3 4 سنين؟ قيمه رونالدو حاليا الماديه لا. لو انت جيت من قيمته من 3 4 سنين، لا احنا بقى بنزيد بقى لما نكبر بنزيد. يعني بدل ما بيبقى القيمه الماديه للناشئ الصاعد اللي انت شايفه ان هو مستقبل الفريق ويطلب اللي هو عايزه، ها لانه ده بيبقى الروح الجديده اللي هيشيل الفريق 10 سنين مثلا، تلقى النجم الكبير بيطالب مبالغ كبيره جدا، يعني مبالغ يعني عندنا حاجات مش ماشيه مع اللي بره. مع اللي بره النجوم لما يكبروا بيقلوا في سعرهم لانه خلاص ما عادش ليه ايه، في ناس ثانيه طالعه. انت لا، لما بتكبر بتزيد سعرك. يعني المنطق غريب عندنا هنا، في تفاوت كبير في المساله. يعني طب جيت بكره وجددت واخدت اللي انت عايزه ومثلا مستواك يعني النادي هيعمل ايه؟ مضطر ان هو يلتزم بالتعاقد بتاعك، مش هيقدر يتكلم. احنا بس الفير عالميا انه في مرحله اللي حضرتك اشرت اليها بيبقى اللاعب لسه بيقبل بالعروض انه عايز فرصه المشاركه وهو لسه طالع لسه صاعد للدرجه الاولى، بعد شويه بيوصل لمرحله النضج بقى من 23 24 سعر هنا سنة. بيبقى ايه 27 28 سنه البيك اعلى حاجه، اعلى حاجه لحد 30 سنه بعد كده بينزل شويه كيرف الاداء. انا بقول لك اهو تدريجيا الجانب البدني لحد ال 34 35 بيبقى فيه خلاص الجانب البدني رؤية بدنيا بص يعني. الجانب البدني الرؤيه الفنيه للمدير الفني شايفه مفيد الفريق، من صالح الفريق انك انت في وقت تطلع عنصر عشان يبقى البديل، لانه مش هينفع. حضرتك بتقول انه في مشكله النجوم في مصر ما بيتعاملوش بالمنطق ده؟ لا ما بيتعاملوش، لا بيشوفوا ان هو بيقول لك اخر فرصه قال ومستقبلي، مش عارف انا حكيت مستقبلي دي مستقبل اللي تم الترويج ليها. يعني انا عاوز اقول انه العلاقه المفروض العلاقه اقوى مع اللاعب اللي عاش في المكان 14 15 سنه وحقق معاه نجاحات كبيره، مع نجاحات كبيره المفروض اداميه وماديه، على في حاجات كتير اقوى من النواحي الماديه. اقسم بالله ما كل حاجه الفلوس، اقسم بالله مش كل حاجه الفلوس، في معنى تاني ازاي قيمتك انت قاعد وسط اسرتك وسط في المكان اللي انت موجود فيه. يعني حتى لو انت هتروح وهتاخد قد اللي هتاخده هناك وده مش هيحصل، مش انت 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 حساباتك فين؟ حساباتك وارتباطك بالناس دي كلها فين؟ شبعت بطولات؟ ما انت شبعت بطولات خلاص، راح تقول ان انا هاخد شيء مش هو ده الهدف والله. يعني وعاوز اقول انه العلاقه مع النجم الكبير لابد تكون مختلفة، لأنك أنت بتؤصل لشيء يا جماعة في منتهى الخطورة. يعني أنت لما تبقى موجود في مكان 16 15 سنة وحاصل أنك أنت خلاص، يعني أنت مش عاوز تكمل يعني 20 سنة مثلا؟ طب يا ريت تكمل 20 سنة، هو النادي مش عايز، أنت مش قادر تقف على رجليك، هيسيبك عشان فرقة يعني تنهار مثلا؟ ولا ده جه على مين؟ جه على نجوم قدك مرتين ثلاثة وسلموا الراية وانتهى الكلام. لكن مش معنى كده
انك انت كمان يعني تضغط بكل قوة وتحاول وتسمع كلام ناس يعني 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 ما يصحش. لا الاهلي يعني يعني الاهلي وعلاقاته وعلاقته باي لاعب المفروض الكبير بالذات يعرف جيدا ان هو ليه رسالة كمان وانه الناس ماسكة فيك وبتديلك عرض وانت في حد ذاتك تنتصر للمبدأ ما تنتصرش لمن يدفع اكثر. اتمنى ذلك اكيد اكيد واحنا بنتمنى تاخد افضل شكل علاقة التفاوض سواء تم تجديد التعاقد او لا بين النادي الاهلي والنجم الكبير طبعا احمد فتحي. نتمنى انها تاخد الشكل اللائق بمشوار النجم وبالتاكيد كل الاطراف تكون حريصه على انها تكون هذه المفاوضات لائقه طبعا بالنادي الاهلي وحجم وقيمه وتاريخ ونجاحات وانجازات النادي الاهلي. نعتقد في المقام الاول ان ده لازم يراعى من اي نجم بيتعامل مع النادي الاهلي سواء كان ناوي يجدد او وفق في تجديد عقده او في نهايه عمليه التفاوض مع النادي الاهلي او لا. في الحالتين لابد ان يكون هذا مصحوب باحترام كبير جدا من النجم سواء استمر او لا مع النادي اللي حقق في هذا النجاح والنادي اللي اعطى لهذا النجم هذا القدر من الدعم والاهتمام. فكرة سربها الاتحاد الافريقي بشأن امكانية استئناف دوري الابطال في يونيو المقبل وحضرتك تابعت التصريحات اللي كانت بتقول انه محتمل يكون لقائي الاهلي عبارة عن لقاء واحد في ملعب محايد وان لقائي الزمالك يكونوا يعني مع المنافس ايضا يكونوا عبارة عن لقاء واحد ايضا في ملعب محايد. ولسه هو طبعا اعلن انه مش هيلغي بطولاته لكن برضه بقول له نظر يعني لو انت هتلعب الفاينل في يونيو في الكاميرون حرام عليك. يعني هتلعب مباراه يعني الاجواء تبقى صعبه جدا. لكن في كلام متناقض يعني في من يروج لمساله المباراه الفاصله في السيمي فاينل وفي من يروج لا انه مش هيحصل. يعني برضه اعتقد انه التصريح يمكن اللي اتقال من فوز الاقجع زي ما احنا قلنا قبل كده انه قال لك عندنا 40 يوم، لا خلاص انت المفروض يعني اعتقد خلال الاسبوع اللي جاي ده او العشر ايام يتم حسم الامر، هل هي مباراه واحده؟ هل هم مباراتين؟ طب المباراه الواحده هتتلعب فين؟ يعني هتقيم المباراه فين؟ اذا كان كله بيدور ما دلوقتي الكل يا استاذ محمد شغال بيدور على زي الدوري الانجليزي بيقول لك هنكمل المسابقه بس في مدينتين ها؟ مفهومش ما لم يصل لإيهم إيه الفيروس وهنعملها بنظام الأبواب المغلقة على ملاعب محايدة عشان إيه نخلص الموسم لأنه كمان حجم الخسائر يتعدى داخل في 2 مليار بالنسبة للدوري مثلا الإنجليزي غير الدوري الأسباني. وقلنا قبل كده إنه مثلا ريال مدريد بيقول لك أنا بتمرن عشان ألعب مباراة كل 48 ساعة. فأنا عاوز أقول لك أكيد برضو إن الاتحاد الأفريقي بيدوروا على حل ان هم برضو يعني البطوله تقام ويتحدد لها بطل. ايضا اعتقد انه احنا هنا في مصر لازم يكون اتحاد الكوره بيفكر لو المسابقه رجعت وان شاء الله ترجع هتكمل هتلعب المباراه كل قد ايه يعني ايه والنظام هيكون ايه لو انت هو لسه كان الاتحاد الافريقي في نفس التصريح ده بيقول قدامنا 40 يوم من اسبوع تقريبا من اسبوع يعني انت عندك على الاقل اسبوعين هتتضح الرؤيه يعني. لكن ممكن تقام السيمي فاينل والفاينل مثلا في اسبوعين يعني اعتبرها زي دورة ايه زي دورة مجمعة يعني كم مباراة اربعة وفاينل خمسة فيعملوا في اسبوعين يعني مباراتين ممكن يلعبوا مباراتين طبعا ما ياخدوش اسبوعين كمان يلعبوا مباراتين والاثنين فايزين يلعبوا الفاينل وخلاص كده انتهى الموضوع. ممكن هو ده الحل الاقرب لكن هيتلعبوا في ارض محايدة فين ومنها يوافق يقبلهم طبعا هتقام بدون جمهور في حاجة في حسابات يعني حضرتك ميال لده لو لقى الاتحاد الافريقي او ذهب الى هذا الاتجاه وقالوا انه لو استمرت ازمه انتشار فيروس كورونا عالميا بالشكل ده هو قدر يحصل على موافقات او ان الاجراءات الاحترازيه في ان اقامه المباراه من غير جمهور حضرتك اكثر ميلا لانه كده كده مش هتلعب بجمهور يا استاذ محمد يعني حتى لو انت رحت المغرب هتقام بدون جمهور لو لعبت هنا مستحيل دلوقتي يبقى بجمهور. ما انا بقول لك اهو مباراه واحده وبدون جمهور يبقى اللي باقي للبطوله ثلاث مباريات عشان البطوله تنتهي بس خلص. مباراتين في السيمي فاينل ومباراه يعني لكل فريقين مباراه واحده هيواجهوا بعض في مباراه واحده ثم مباراه ده للاسف ده للاسف يعني هنشوف طبعا ما تسفر عنه ده للاسف يعني اعتقد ان هو ده هو ده اللي يمكن الحل اللي كمان يعني هيكون دوري الابطال والكونفدراليه عشان كمان انت عديء الوقت برضو خلي بالك عندك مشكله في تصفيات امم افريقيا المنتخبات كلها بتطالب بتاجيل تصفيات كاس العالم على فكره مش عارفين انت المفروض تصفيات كاس العالم المفروض تبدا
صفات كاس العالم المفروض تبدا الايام الجايه في شهر نوفمبر على ما اعتقد. الاولمبيك جيمز خلاص دلوقتي قالوا 2021. شوف حضرتك كنا بنتكلم من اسبوعين اللي كان رئيس الوزراء في اليابان بيقول حتى الان من اسبوعين بالظبط كان بيقول لا توجد اي نوايا لاعاده الهيكله الخاصه بالبرنامج الزمني للاولمبيك جيمز او لتاجيل البطوله. مجرد ما الازمه في اسبوعين خدت الشكل والحجم ده عالميا صدر قرار التاجيل، وبعد كده تم تحديدها في يوليو 23 يونيو الى 9 اغسطس 2021. فاعتقد انه لا في كتير جدا من البطولات هيتم مساله ايه اختصار، بس اهم حاجه ترجع. يعني ايه يعني الرجوع في حد ذاته ده انقاذ لما تبقى. فاعتقد الاتحاد الافريقي هيبقى حريص وبيدور على بدايله، وان هو مثلا ممكن ينقل الاربع فرق للكاميرون يلعبوا السيمي فاينل ويلعبوا الفاينل. طيب خلينا نقول كمان او نشير لامر اخر، التعليق على وفاة الصحفي السنغالي الكبير بابي ضيوف واللي تولى رئاسة نادي مارسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 حتى 2009 بفيروس كورونا أمس، من الأخبار طبعا اللي تم تداولها بشكل كبير. شوف انت، شوف بره بيقدم صحفي ورئيس نادي، يعني صحفي ورئيس نادي، واصلا كان من اشهر وكلاء اللاعبين. يعني زي ما بيتقال ما فيش لعيب طلع من السنغال ما عداش على بابي ضيوف، يعني كان هو الطريق ل يعني شهرته وطريق في اوروبا، منهم ميدو كمان كان هو اعتقد وكيله في مساله انتقاله الى روما. لا شيء، وهو اللي اختار بيل انطوان من المقاولين العرب وذهب بيه الى فرنسا. فشوف كمان يبقى رئيس نادي مارسيليا الفرنسي في فترة من فترات مهمة جدا، اعتقد من 2005 ل 2009. شوف قد ايه يعني لما يبقى حد زي كده ويبقى عنوان لنجوم بلده، وهو الطريق اللي فتح لهم او الباب اللي فتح لهم الطريق لاوروبا، عمل تاريخ يعني رحمة الله عليه. يعني طبعا وفاة طبعا فيروس كورونا ربنا ان شاء الله امر مؤسف جدا، والمأساة موجودة دلوقتي في العالم كله. ربنا ان شاء الله يعني يجعلنا قادرين ان احنا نعدي يعني المشكلة دي والأزمة دي في اسرع وقت ونعديها على خير في مصر ان شاء الله وعلى مستوى العالم انها تنتهي، لانها لها تأثيرات طبعا مرعبة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في العالم كله، عاملة حالة طبعا ازعاج شديدة وتوتر شديدة في كل القطاعات وشلل في قطاعات كثيره جدا اقتصاديه وتجاريه. في نهايه هذا الحوار انا بشكر حضرتك على وجودك معنا الناقد الرياضي البارز الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ محمد. بشكر حضرتك على المتابعه نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات الاهلي ليله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.